So, what have we learned? What's the lesson for today? For all the never-ending days and restless nights and eyes, that morality is transient, that virtue cannot exist without violence. How's that Sam, huh? Fake. CYM side OGs, fake gang in this deep. Matricule Elif, قبل ما تجي الطا. Next skill اللي دار كل شي ما وسخش الحطة. نعم. بلا فرطة. مكاري بتخشر بويدز ماتريكس عايشين بين بلال وبينك فلويد. كي غنيو اولي اولي كله كي تجي تخيل حقه. ما نقول لك ما تقول لي انا باغي نعيش تنموت. المهم الوسطى تعيش. That the giving and taking of love both the bases and elevation, that God, Allah, and Yahweh answers the questions you can't even hear. شي فيها نسباب وشي بنادم زعما تنقول راسي تنختار تلقى راسي في تيار ما ابليس تنتجار تمضغ في الدفاري كمالي انا هاد ولي شي جن داخلني غير موسيقى لا اكس حقيقه فوق بيركيسيون تلعبرتها باش نصبرك باش نضارني حارق شحال من كارني حسبو الدرام بلي تحرق معاه غريزه تخليك تمدي يديك تبرى الغرز تحمد ربك وتشكر والديك Best at making a bad situation worse. He would corrupt anyone he could to get over. As long as he knew I control niggas' minds, he could make shit happen anyway. Get it. Learn how to put the motherfucking weed in the bags first. Then get money. Still out here. That niggas got to be willing to get down. Down. You hear the motherfucking phone, man? Never care how a nigga feel, قرية جيل دارك مان اكس طارزان عندو كيف كيف نوكيا كبير لايفون اكس تلاقيت كيعرفو بالفيس سلا بغاو شي انفو كيطيرو بيك سلافيت عندها ترافيق كيجيو كتولي كبير اوكي كلشي نعيش بلون بي جوج وان ستون قاصحة فوق الديس مرحبا بيك عندي زومبي كيفطرو بالروج ما حيا السيك ام اورجنايز لايك بومبي لي زواكس لايك كول اكس اس اس بلاك ارمي نو فيس نو كيس عربي صوصة كوميديين ويني دون تيل تخرج من لا I know queens and I know kings مشيت البالاس للفافيلا Respect G's 9 bitch في the case we outside bitch خدمة في سكازا روكوتشو كوتشو ما كانتش افيشاش في اي بلان bitch yeah. خلي دي قوة دي ما تديرش قدامي مان نيجا جيبو البادر وما تقطوش على ليغا تشيكي لما انا كيلعبو بكي في الماليطة كيف راح تشي تيك واش بقى الماليطة واش بقى الماليطة That the giving and taking of love both debases and elevates us? That God or Allah or Yahweh has answers to questions you dare not even ask.